أهلا بكم إلى أبرز مستجدات القارة الإفريقية على قناة الحدث الإفريقي. وقعت ثلاثة بلدان إفريقية جديدة السبت بمراكش على النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي المسمى بنداء طنجة. وخلال هذا الاجتماع الأول لتتبع نداء طنجة، وقع ثلاثة وزراء سابقين في الشؤون الخارجية من ليسوتو ومدغشقر وغامبيا على هذا النداء الذي كان قد تم التوقيع عليه في 4 نوفمبر 2022 بطنجة. ويتعلق الأمر بكل من السيد لامين كابابادجو وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وسيد ليزيكو ماكوتي وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وسيد باتريك راجولينا وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر. وبتوقيع هذه البلدان الجديدة يرتفع عدد الموقعين إلى 19 بلداً. يذكر أن نداء طنجة كان قد وقع عليه رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقون من غينيا بيساو وجيبوتي وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال وبوركينا فاسو وإسواتيني والبنين وجزر القمر وليبيريا والغابون وملاوي والرأس الأخضر والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا. وعقد الموقعون على النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي المسمى بنداء طنجة أول أمس السبت بمراكش أول اجتماع لهم لتتبع هذا النداء. وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الاجتماع على التزامهم الكامل بالعمل معنا وبالتنسيق سويا لاستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الاتحاد الإفريقي. كما اعتبر رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة السابقون أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء المغربية. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.